من القاهرة للولايات المتحدة، السوشيال ميديا بتتكلم، بس الحمد لله ان هم خلصوا كل الحاجات السلبية مؤقتا يعني، وبقى التركيز دلوقتي على حملة هاريس اللي هي المرشحة قدام او مرشحة لرئاسة الولايات المتحدة الامريكية. 24 ساعة على السوشيال ميديا بيجيبوا ضحكتها، ضحكتها مميزة جدا جدا جدا. العالم طبعا كله شغله الانتخابات الرئاسية، مين اللي هيقود العالم بأفكاره الفترة اللي جاية. الغريب بقى ان المصريين دايما في حتة تانية، هم ملهمش دعوة بالحاجات دي، هم بيحللوا الأحداث دي بطريقة ساخرة، سابوا كل حاجة ليها علاقة بأسماء المرشحين وبرامجهم وصراعاتهم مع بعض، ومسكوا في ضحكة الست الجميلة دي. هاريس مرشحة رسمي طبعا بعد انسحاب بايدن، وفي فيديو انتشر لها وهي بتضحك في أكتر من لقاء وأكتر من فيديو، وعملوا ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، لأن هي فعلا ضحكتها ملفتة ورنانة ومميزة جدا. عامة الفيديو ده ما كانش هينتشر كده لولا اقتراب هاريس خطوة نحو تحقيق الحلم القديم في أن تكون في سيدة هي التي تحكم من البيت الأبيض. طبعا الرئيس بايدن يوم الأحد أعلن انسحابه رسمي من الانتخابات المقبلة اللي المفروض هتقام في نوفمبر. الموضوع بالنسبة لها بقى قريب المنال بعد إطلاق الكثير من القادة، يعني تعزيز ليها انها ممكن انها يبقى ليها نصيب. طبعا هي المنافسة هتبقى صعبة، بس اذ ربما محدش عارف هل هاريس التاريخ هتدخل التاريخ من اوسع ابوابه وتبقى اول سيدة تتربع على عرش اكبر دولة في العالم. المصريين بقى تخيلوا لو الست دي بضحكتها دي هي اللي هتقود العالم الكام سنة الجايين. في ناس شافوها مرحة ودمها خفيف، وفي ناس حللوا ده ان هي باستخدام ضحكتها لتسليط الضوء على جوانب شخصيتها البسيطة والصريحة، وده بيعزز من جاذبيتها عند الناس، وبيقولوا ان يعني حاجة لطيفة ان اللي تحكم العالم يبقى عندها الضحكة دي وعندها الروح المرحة دي. واحد تاني قال تخيل يا مؤمن لو الست دي احتمال تبقى على رأس أقوى بلد في العالم. طب شوف مين في يعني مين يعني مين هيعترض على أي حد بيضحك الضحكة الحلوة دي، وكلام كله دمه خفيف من المصريين ردا على خفة دم هاريس. في غلاف عبقري لمجلة تايم اللي كل يوم بيبهرونا بحاجة مهمة قوي، علشان احنا الصحافة الورقية في مصر وفي العالم بتخفت جدا، لكن هنا ان بيقول حاجة مهمة ان الورق ما زال يطرح افكارا مبهرة. من اسبوعين هم حطوا توقع لخروج بايدن من المشهد السياسي زي ما احنا شايفين كده، وتنبأوا بما حدث بالفعل، يعني صورة بايدن وهو خارج من الصورة زي ما احنا شايفين وكاتبين كلمة واحدة بس الزعر، وبعدها طلع الغلاف الجديد ودخلت هاريس المسرعة، واخر جزء من رجل بايدن بتخرج من الصورة. اللي بيقول ان الصحافة الورقية الغلاف ده بيقول ان الصحافة الورقية ممكن تقوى وممكن تقوم مرة تانية وممكن تستمر، يا رب ان شاء الله.